يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة أكيد مختلفة ومهمة جدا، لأن احنا منتشيين بفرحة الفوز بالأمس، الفوز الكبير على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0، وعندنا العديد كالعادة من الأخبار المتنوعة سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، بالتحديد كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ خليل المنيسي الناقد الرياضي، وهنستفيض في الحديث معاه بالتحديد عن مباراة الأمس واستعدادات النادي الأهلي للمباراة المقبلة أمام بلاتينيوم يوم السبت القادم إن شاء الله، لأن إحنا دايماً بنبص لقدام، بنبص للتحديات الأهم بالنسبة لنادينا، وطبعاً ما فيش تحدي أهم من تحدي بطولة دوري أبطال أفريقيا. خلينا الأول نروح نشوف العناوين، لأن عندنا كلام كتير جداً بعد العناوين، يلا بينا. الأهلي راح اليوم ويستأنف تدريباته غداً استعداداً لبلاتينيوم. فايلر يبدأ دراسة بطل زيمبابوي بالفيديو. عبد الحفيظ نسعى لتحسين موقفنا في دور المجموعات ببطولة افريقيا. الجبلاية تطالب الأندية بالمشاركة المادية لتطبيق تقنية الفيديو بالدوري. وفيفا يتغنى بأرقام صلاح في 2019. طيب نتكلم بصراحة كالعادة، نتكلم بصراحة. أول حاجة لازم نوجه الشكر والتحية والتقدير للجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اللي كان بيترأسها الدكتور طه اسماعيل قبل ما يجي الكابتن الكبير طبعا كابتن محسن صالح. ليه بنشكرهم؟ لأن الناس دول في الحقيقة قدروا إن هم يجيبوا مدير فني محترم للنادي الأهلي، مستر رينيه فايلر، والتجربة أثبتت كده. احنا طبعا كمشجعين كجماهير اول ما تم الاعلان عن مستر فايلر، ايه السي في ده؟ ده الراجل ده مش قد كده، احنا المفروض نجيب حد يكون مسك انديه كبيره، احنا مش قليلين. طبعا احنا مش قليلين، احنا النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت في مسؤولين جوه النادي هم اللي شايفين الامور ماشيه ازاي، هم شايفين مين اللي انسب، هم اللي فاهمين اكتر مننا بكل تاكيد بخصوص تجربه وخبرات عديده بالنسبه لكل اعضاء لجنه التخطيط للكره، طبعا بالتنسيق مع الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكوره. فبالتالي الناس دي لازم نحييها، لازم نقدرها ونشكرها بعد ما قدروا ان هم يوفروا للنادي الاهلي مدير فني محترم. الاهلي كان بيفتقد هذه الشخصيه على مدار سنين قبل كده. للاسف كنا بنغير مدربين، للاسف كل مدرب بيجي مش هو ده المطلوب، مش هو ده اللي هيلبي طموح النادي الاهلي، مش هو ده اللي منتظرين منه الاداء. احنا بصراحه لقينا الاداء ولقينا النتائج مع مستر فايلر، فبالتالي الراجل ده مدير فني مميز وجيد وتم الحكم عليه خلاص، مدير فني جيد جدا. لكن برضه عشان ابقى صريح مع حضراتكم، هل تجربه الدوري هي التحدي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا لا. محليا محدش يقدر علينا، والمباريات هي اللي اثبتت محدش يقدر على الاهلي محليا. خلاص لعبت الاتحاد في عزه في قوته كسبته 4-0، لعبت الاسماعيلي بقمته كسبته 1-0، قبليهم قبل الموسم ما يبتدي لعبت الزمالك كسبته في السوبر 3-2، من خلال طبعا كمان بعض المباريات في بطوله الدوري 8 انتصارات ما شاء الله لا قوه الا بالله. اذا محليا محدش يقدر على الاهلي، لكن يبقى التحدي الافريقي هو الاختبار الاهم بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاعبين، لان الهدف الاساسي بالنسبه لكل الجماهير هو بطوله دوري ابطال افريقيا. احنا متعشمين خير ان شاء الله ان احنا السنه دي نحقق البطوله دي بعد فتره غياب. لكن في المجمل، في المجمل الناس دي اشتغلت صح، الناس جوه النادي في سريه تامه اتفاجئنا بفايلر مدير فني النادي الاهلي، اذا لازم نشكرهم ولازم نحييهم، ده رقم واحد، لان ده شيء غايه في الاهميه. رقم اتنين بقى الراجل نفسه مستر فايلر. امبارح تصريحاته في المؤتمر الصحفي بعد المباراه بتبين قد ايه ان هو واحد فاهم. هتقولي يعني هو في مديرين فنيين مش فاهمين؟ اه في كتير جدا عادي، وبنشوفه وبنتابع وبنتفرج يعني، لكن هدوء، الرزانه في التصريحات، الكل كلمه محسوبه، ايه اللي ينفع يقوله ايه اللي ما ينفعش يقوله. في مدربين بيقعوا فخ اسئله الصحفيين، وطبعا الصحفيين ما شاء الله عليهم بيبقوا شاطرين جدا، فبيسالوا بعض الاسئله اللي ممكن تجيب خبر معين، تعمل ازمه معينه، ما بيبقوش قاصدين، بس هم عايزين يطلعوا معلومه، ده شغلهم، اي اعلامي او اي صحفي ده شغله في الحقيقه. لكن الراجل عارف الكلمه دي طالعه رايحه فين، هدف منها ايه، بطريقه هاديه، بطريقه ما فيهاش ولا تكشير ولا فيها زعيق ولا فيها نرفاز على اي حد بيسال ولا كلام من ده. فده اسلوب جيد جدا في الحقيقه. امبارح بيعتذر للصحفيين بيقول لهم يا جماعه معلش انا اتاخرت عليكم في المؤتمر الصحفي لان كنت بدي ملاحظات سريعه
للاعبين كان لازم اديها بعد المباراه مباشره، مش بستنى بقى لتاني يوم او اول مران اجي اقعد واتكلم مع اللاعبين في ملاحظاتهم، في حاجات كده على طول في اول اول ما الماتش يخلص. فكلها تصرفات احنا يعني مش متعودين عليها هنا في مصر. يعني الراجل بيشتغل بشغل احترافي ممتاز، حتى هذه اللحظه هو مدير فني مميز للنادي الاهلي. فبالتالي امور كتيره جدا ممكن نتكلم فيها على مستر فايلر بخصوص تغييراته. الشوط الاول مثلا في مباراه الاتحاد ما كناش قد كده، الشوط الثاني حتى لما احنا ختمنا الشوط الاول بهدف احمد الشيخ، الشوط الثاني تغييرين مع بعض. لو تفتكروا موضوع الاثنين لعيبه ينزلوا مع بعض كتغييرين ما كانش بيحصل غير ايام مستر مانويل جوزيه، بيحصل دلوقتي مع مستر ريني فايلر، ما شفناش الموضوع ده قبل كده. اذا واحد عارف بيقرا الماتش، عارف ايه الاحتياجات، ايه اللي ينفع يتعمل، ايه اللي ما ينفعش يتعمل. فدي جزئيه مهمه جدا بالنسبه للمستر ريني فايلر. تغييراته كلها ايجابيه، تصريحاته متزنه، حاجه مميزه ومهمه. لكن فيما يتعلق بمباراه الاتحاد، احنا لعبنا فريق كبير جدا امبارح، فريق اتحاد اسكندري، عمل مباراه الشوط الاول تحديدا كانت غايه في الروعه على حد ما جه الهدف ده بتاع احمد الشيخ. وهتكلم على احمد الشيخ وهتكلم على ايمن اشرف لان لازم الناس دي نديها حقها رغم بعض الانتقادات، وده طبيعي. الجمهور بيبقى عايز اللعيب بتاعه احسن حاجه. لكن لما نيجي ساعتها مباراه الاتحاد السكندري، ما هي الا خطوه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على بطوله الدوري، وخطوه تعني الكثير في هذا المشوار وفي مصير بطوله الدوري. هل البطوله اتحسبت؟ طبعا لسه، احنا عندنا ماتشات كتيره وعندنا منافسين جامدين، زمالك، بيراميدز، كذا كذا فريق. يعني لسه ما لعبناش انبي مثلا، انبي عامل موسم كويس مع كابتن حلمي طولان، يعني في ماتشات صعبه كتير. لكن في نفس الوقت انت فريق تقيل وواقف على رجلك وبتقترب من حسم بطوله الدوري، رغم ان لسه شويه على كلمه الحسم دي. لكن امبارح كانت خطوه مهمه جدا مع فريق عنيد وقوي عنده جهاز فني محترم جدا كابتن طلعت يوسف. لكن لازم نشيد باللاعبين، اشدنا بالجهاز الفني. اللاعبين في الحقيقه كمان عملوا مباراه كبيره. عندك مثلا اليو ديانج اثبت امبارح ان هو ممكن يكون صفقه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. ساعات كده في صفقات ما بتتعملش الضجه ولا حاجه، بس بتطلع في الاخر صفقات يعني مؤثره جدا. فواضح ان اليو ديانج الراجل تاني مباراه على التوالي بيشارك بشكل اساسي بعد اصابه عمرو السوليه، وبيأدي بشكل ممتاز ونجم المباراه ماتشين ورا بعض، ماتش الاسماعيلي مباراه بحجم مباراه الاسماعيلي ومباراه الاتحاد السكندري. اذا انت مطمن على المركز ده رغم ان في غيابات فيه، لكن دايما الفريق البطل بيبقى عنده البدائل، وده اللي اشتغل عليه المسؤولين في النادي الاهلي، وده اللي قدر يحققه المسؤولين في النادي الاهلي. الجزئيه بقى الاهم اللي لازم نتكلم فيها، وانا كنت حابب ان انا اتكلم مع حضراتكم فيها، وطبعا اكيد اكيد حضراتكم بيبقى ليكوا راي وليكوا وجهه نظر تحترم وتقدر بكل تاكيد. لكن في كل الاحوال بعد مباراه الاسماعيلي انتقادات كانت حاده جدا جدا على ايمن اشرف وعلى احمد الشيخ، تمام؟ هل الانتقاد ده اللاذع في مصلحه الفريق، في مصلحه اللاعبين؟ لا طبعا. طيب هل احنا كمتابعين من بره كده كنا بنتفرج على الماتش ما بنشوفش التدريب بيحصل ايه، او ما بنشوفش مستر فايلر بيتكلم ازاي، او قناعاته بالنسبه للاعبين تبقى ايه، هل التقييم بتاعنا ده هيكون هو التقييم الموضعي او التقييم الموضوعي جدا بخصوص الجزئيه دي؟ لا، مش هيبقى هو التقييم المظبوط. مين اللي يقدر يقيم؟ مستر فايلر. هل ايمن اشرف لعيب سيء؟ لا. بدليل ايه؟ بدليل ان ايمن اشرف بيلعب مع النادي الاهلي من اول الموسم في بطوله الدوري. الاهلي دخل فيه كام جون؟ دخل فيه جون واحد. ايمن اشرف بيقدر يطلع بالكوره، بيسلم الكوره صح، ودي ده اسلوب لعب مستر فايلر، وده هو بيبقى عايزه، عايز لعيب في الدفاع يقدر يطلع بالكوره يبني الهجمه بشكل باثبات كمان تصريحات مستر فايلر عليه امبارح. الراجل اشاد بايمن اشرف كل الاشاده. فانا بستغرب شويه بعض اللي هم يعني ناس كان المفروض ان هم عندهم خبرات كبيره جدا في كره القدم ولاعبين كره قدم وعارفين كويس جدا امكانيات كل لاعب والواجبات المطلوبه منه والاداء بتاعه يبقى امتى كويس وامتى يبقى وحش، وينتقدوا لاعب زي ايمن اشرف. رغم الانتقاد حق مشروع لكل الناس ما فيهاش نقاش، لكن احنا عايزين الانتقاد لما نيجي ننتقد لاعبتنا يبقى انتقاد بناء. ليه؟ لان دول لاعبتنا، دول اللي هيكسبونا، دول اللي هينجحونا، دول اللي هيجيبوا لنا بطولات. فأيمن أشرف لعيب كبير جدا ولاعب منتخب مصر ولاعب مؤثر جدا أكيد في صفوف النادي الأهلي في صفوف منتخب مصر، لازم نساند ونفضل في ظهر كل لاعبتنا. أحمد الشيخ من الناس اللي خدت انتقادات لاذعة بعد مباراة الإسماعيلي، هو في الحقيقة عشان أنطقي معاكم على مدار الأربع سنين بالنسبة لأحمد الشيخ مع النادي الأهلي، الراجل ما سابش بصمة، لكن الواضح مع مدير فني جيد إن هو هيبتدي يسيب بصمة مع النادي الأهلي، هيبتدي يبقى ليه دور مع النادي الأهلي. أحمد الشيخ امبارح مع الماتشات
يعتبر عمل ماتش جيد، احرز هدف مؤثر في نهايه الشوط الاول، توقيته كان مهم قوي، اداك دفعه في الشوط الثاني مميزه جدا من خلالها قدرت ان انت تحرز 3 اهداف. وانا عايز اقول لحضراتكم معلومه، الراجل مقتنع اقتناع تام باحمد الشيخ، مستر فايلر مقتنع باحمد الشيخ اقتناع تام. دليل ايه؟ دليل ان هو لعبه المباراه الثانيه على التوالي بعد مباراه الاسماعيلي، لعبه مباراه الاتحاد كاساسي، ففي قناعه بيه. خلاص احنا نآزر، احنا ندعم، نفضل في ظهر لاعبتنا ايا كان. ممكن يحصل دروب في المستوى، ده طبيعي في كره القدم، لكن في نفس الوقت احنا كدور جمهور او اعلاميين في النادي الاهلي ان احنا نساند لاعبتنا، لان الهدف الاساسي ان هم يحققوا كل المرجو من قبل جمهور النادي الاهلي، والكلام ده مش هيحصل غير من خلال المسانده والدعم. فكل الدعم والتحيه والتقدير والشكر للجهاز الفني واللاعبين ككل، لان الكل في الحقيقه عمل مباراه كبيره امبارح. يعني سعد سمير بقى له فتره ما بيلعبش، نزل في ماتش الاسماعيلي بس عمل برده مباراه امبارح بشكل جيد، في عدد من اللاعبين في الحقيقه تالقوا. لكن برده من ضمن الجزئيات المهمه، وبعض ممكن ما يكونش بياخد من باله من الجزئيه دي، موضوع الجون الثاني والاوفسايد، وازاي يا جماعه المفروض ده جمهور الاهلي ما يفرحش لما الجون الثاني جه من اوفسايد والكلام ده. لو الجون الثاني اوفسايد يا جماعه، ما احنا ياما دقنا من الاخطاء دي، ياما دقنا منها، وانتوا ناسين ولا ايه؟ احنا السنه اللي فاتت ماتش انتاج الحربي لنا ضربه جزاء بتاعت ازار، احنا السنه اللي فاتت لينا بعض القرارات التحكيميه اللي كانت ضدنا واللي عطلت مسيره النادي الاهلي واللي خلت الاهلي ياخد الدوري بصعوبه في الاخر. خدنا الدوري بصعوبه كل حاجه، لكن في نفس الوقت تاثرنا جدا باخطاء الحكام، تمام؟ وفي نفس الوقت وارد ان يحصل الخطا، واحنا قلنا كده مرارا وتكرارا، لكن احنا برضه بنطالب حتى بعد مباراه امبارح اكيد بنطالب جدا بتطبيق تقنيه الفار، واللي هي على وشك التطبيق مع بدايه الدور الثاني. وبالمناسبه هدف امبارح بتاع قفشه مش مؤثر على نتيجه المباراه، يعني شيل الهدف ده. هتقول لي ما هو الهدف ده لو ما كانش جه كان ممكن الاتحاد يتعادل، سيناريوهات كانت ممكن تحصل، لكن الاهلي كان خلاص الشوط الثاني راكب المباراه، لو ما كانش جه الهدف ده كان هيجي. لان الاتحاد خلاص كان بيلعب ماتش مفتوح، الاتحاد كان عايز يجيب هدف التعادل، طبعا مع احترام والتقدير ليهم كلهم فريق وجماهير محترمه جدا، لكن في نفس الوقت ده مش مقياس. البعض بيقلل من اهميه الفوز، البعض مش عايز جمهور الاهلي يفرح، لا لازم نفرح بفريقنا، لازم نفرح بالنتائج الرائعه اللي بيحققها مستر فايلر والفريق ككل، لان ده شيء مهم جدا ومميز. لكن برضه عايزين نصر على ان مع كل خطا تحكيمي ده بيجدد طلب أهمية تطبيق تقنية الفار، لأن ده هيبقى في صالح الأندية ككل، وهيبقى في عدالة نسبية في المباريات، فده شيء مفروغ منه وإن شاء الله يطبق. مدى تأثر منتخب مصر بمستوى النادي الأهلي على مدار التاريخ، على مدار السنوات العديدة. النادي الأهلي دايماً لما بيكون فايق بيكون في حالته، هنلاقي منتخب مصر في حالته، بس المدير الفني ان شاء الله يكون موفق، يعني دي اهم حاجه. كابتن حسام بدري باذن الله احنا بندعمه في ظهره، بس اهم حاجه يكون موفق في اختياراته. التجربه اثبتت برضو ان في 2006 و2008 و2010 السبب الرئيسي في فوز منتخب مصر، طبعا بخلاف الكابتن حسن شحاته المدرب القدير والعناصر اللي كانت بتزامل لاعبي النادي الاهلي في منتخب مصر، لكن مستوى الفني النادي الاهلي كانت حقبه زمنيه بالنسبه للفريق، بالتالي اثرت بالايجاب، وايجاب ايه؟ ده حاجه كانت جميله جدا المنتخب الوطني. فان شاء الله نتمنى ان المنتخب الاول كابتن حسام بدري وجهازه المعاون يستغلوا الفوقان اللي في النادي الاهلي، او مش الفوقان، عايز اقول المرحله الرائعه اللي بيمر بيها فريق الكوره في النادي الاهلي، عشان ده هيكون ليه اثر ايجابي بكل تاكيد على منتخبنا المصري. في النهايه واحنا بنقفل ملف مباراه الاتحاد ونركز على اللي جاي وبطوله دوري ابطال افريقيا، لازم نقول ان التحدي الاهم، التحدي الأهم بطولة دوري أبطال أفريقيا، لازم نركز في الجزئية دي إن شاء الله. واثقين كل الثقة في فريقنا، واثقين كل الثقة في الجهاز الفني، في اللاعبين، إن هم هيقدروا بإذن الله يحققوا البطولة السنة دي، وإحنا ماشيين بخطوة ثابتة. تعثرنا في أول مباراة أمام النجم الساحلي للظروف كلكم عارفينها، لكن المباراة التانية مع الهلال كسبنا، عندنا مباراة بلاتينيوم يوم السبت، مباراة غاية في الأهمية، وبعد كده نرجع للمقصة إن شاء الله يوم الأربعاء، وبعد كده نخش تاني في بلاتينيوم. يعني تحديات مهمة، أهمها طبعًا تحدي بطولة دوري أبطال أفريقيا. عايز أقول لحضراتكم بعض أخبار الأهلي، وأخبار كلها مهمة، والنهارده كان راحة بالنسبة للفريق بعد مباراة الأمس، ومستر فايلر يعني شاف إن مهم جدا الفريق ياخد راحة بعد الأداء الجيد امبارح والمجهود الكبير اللي اتعمل في مباراة الاتحاد السكندري، فبالتالي راحة لفريق النادي الأهلي النهارده، وبكرة إن شاء الله يستأنفوا استعداداتهم لمباراة البلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم السبت القادم ان شاء الله باذن الله. المباراه هتكون على استاد السلام بحضور 10,000 مشجع حتى الان، وان شاء الله هيبقى في محاولات ان العدد ممكن يزيد، هيبقى شيء مهم جدا. استعدادات اكيد هتكون قويه من خلال بعد ما عدل طبعا مستر فايلر البرنامج التدريبي.
تدريبي بعد الفوز امبارح على الاتحاد السكندري، وهيبقى في برنامج تدريبي مهم جدا في اطار الاستعدادات، وان شاء الله يكونوا موفقين. برنامج بدني خاص للتخلص من الاجهاد. طبعا احنا عندنا مرحله مليئه بالمباريات خلال الفتره اللي فاتت، ضغط مباريات كل 3 4 ايام ماتش، فاكيد في اجهاد. ازاي هتتعامل مع هذا الاجهاد؟ فاكيد في طريقه معينه وبرنامج بيعده توماس بينكل مخطط احمال الفريق، وبيجهز برنامج بدني خاص للاعبين للتخلص من حاله الاجهاد العضلي اللي اكيد بيشتكي منها جميع العناصر الاساسيه في النادي الاهلي. وده هيبتدي البرنامج ده بدايه من بكره باذن الله تعالى. في نفس الاطار مستر فايلر كالعاده بيدرس فريق بلاتينيوم بالفيديو، وهيبتدي الدراسه من النهارده. الفريق اجازه لكن الراجل بيشتغل في الحقيقه، وهيبتدي دراسه الفريق الزيمبابوي من خلال متابعه بعض المباريات لهذا الفريق وبعض اللقطات اللي بتتمثل في الايجابيات والسلبيات عندهم وكيفيه التعامل مع هذا الفريق ان شاء الله. ومهم قوي 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 ان احنا مش في مباراه القاهره بس نكسب، لا احنا عايزين في مباراه هناك زيمبابوي كمان نكسب عشان ناخد 6 نقط، يبقى وصلنا النقطه رقم 9، تبقى قطعت شوط جيد نحو التاهل الادوار المقبله في بطولة دوري أبطال أفريقيا. كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه بعض التصريحات النهارده، وقال إن احنا بنسعى لتحسين موقفنا من دور المجموعات ببطولة أفريقيا. قال إن كل مباراة ليها ظروفها الخاصة، والأهلي دائما بيحترم المنافسين وبيتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وإن الأهلي هيبدأ بكرة الاستعداد لمباراة زيمبابوي. قال إن أنا واثق جدا في لعبة النادي الأهلي إن هم إزاي بيقدروا يفصلوا ما بين التحدي المحلي والتحدي الأفريقي، أو مباراة محلية ومباراة أفريقية، من خلال انتهاء خلاص الملف المحلي مؤقتا من خلال بطولة الدوري ومباراة الاتحاد، والتفرغ وكل التركيز الآن على مباراة بلاتينيوم بإذن الله تعالى. قبل ما اروح التقرير عايز اقول لحضراتكم خبر اخر كمان، وان مستر فايلر بيتسلم تقريرا طبيا عن المصابين والغائبين عن مباراة الاتحاد، ودايما مستر فايلر بيحاول يتابع كل الامور اول باول. ياسر ابراهيم ان شاء الله هينضم للتدريبات الجماعية بكره بشكل طبيعي، رامي ربيعه نفس الكلام، فده امر مهم، واحنا نتمنى عوده اكبر كم ممكن من المصابين. اللي بيسال على كريم نيدفيد، كريم نيدفيد قدامه من حوالي 10 ايام لاسبوعين بكتير باذن الله، ويخش في تدريبات مع الفريق، ولاعيب مهم جدا كريم نيدفيد، ان شاء الله نتمنى له السلامه والعوده سريعا. اللي بيسال على موقف محمود عبد المنعم كهربا وموقفه من مباراه مقصه، مصر مقصه، المباراه هتكون يوم 1 في الشهر، بالتالي مجرد فتح باب القيد اذا محمود عبد المنعم كهربا هيكون متاح بالنسبه للنادي الاهلي، لكن برضه خلينا أكيد ان في بعض الاجراءات وبعض التفاصيل اللي تتعلق بالاستبدال وقيد اللاعبين ورفع اسم لاعب اخر من القائمه عشان تحط مكانه كهربا. كل الامور دي جاري التنسيق فيها، وهنشوف امكانيه مشاركه كهربا او تواجده في قائمه مباراه المقصه يوم 1 في الشهر باذن الله، لكن الاهلي جاهز وجاهز لكل حاجه بخصوص هذه الجزئيه. خلينا نروح لتقرير مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وتصريحات لي وايضا احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي عقب مباراه الامس، يلا بينا. الاتحاد عامل مباراه رائعه جدا لحد ماتشنا. خليني اقول لك ان هو يعني عدد الاهداف اللي دخلت مرمى تقريبا ما تعداش الخمس اهداف، وده بيبين يعني الفرقه ديت منظمه، ويعني الفرقه ديت عندها برضو شخصيه كويسه، وبتعمل ولعبه المصري ولعبه الاسماعيلي، وقابلت فرق كتيره في الدوري والمقصه، وقابلت فرق كبيره في الدوري عندها رصيد كبير من النقاط، وهي اللي ورانا في الترتيب لحد دلوقتي طبعا بالتاكيد يعني. فالحمد لله على كل شيء يعني. يعني متوقع جدا ان كل مباراه هتبقى اصعب من اللي بعدها، وكل مباراه هتبقى اصعب من اللي قبلها، وده وضع طبيعي جدا بحاله الفرقه في الوقت الحالي يعني. خلينا دايما نتعامل مع المباراه باحداثها، دايما نبقى مركزين جدا، ودايما محترمين الخصم جدا جدا جدا. يعني انا هسبق الاحداث لان انا عندي مباراه مهمه جدا، عندنا مباراه مهمه جدا مع بلاتينيوم يوم السبت الجاي ان شاء الرحمن، نكون موفقين فيها لان هي عليها عامل مهم جدا في التركيز والاهتمام يعني. الحمد لله على كل شيء، ببارك للعيبه وببارك للجمهور، الحمد لله على كل شيء. كل 3 4 ايام احنا بنلعب، وكل فتره زمنيه بتبقى اهم من اللي قبلها، ومهمه قوي ان احنا ناخدها بنفس التركيز يعني. هنقفل على نفسنا برضو في الفتره اللي جايه ديت على ان بطوله افريقيا بطوله مهمه جدا، وترتيبنا في الجدول في دوري
الابطال يعني او دوري المجموعات مهم جدا ان احنا نحسنه ونبقى بشكل كويس جدا يعني. خلينا نفرح النهارده لكن من بكره نستعد البلاتينو ان شاء الله. احنا لا من عاداتنا بنتكلم على حاجه ولا شغلين بالنا بحاجه، خلينا مركزين في الملعب الحمد لله رب العالمين يعني. مش هنتكلم على اي حاجه غير ان احنا عايزين كل اللعيبه في منتهى التركيز، وده اللي بايلر بيقوله لهم وبياكد عليه. خلينا نركز بشكل كويس قوي، خلينا ناخد كل المباريات بنفس الاهتمام ونفس الجديه يعني. طبعا نتكلم زي ما بقول لك اللي هو تاني الدوري العام يعني، فرقه عندها فرقه كويسه، مكونه فرقه كويسه، عندها استقرار فني كويس، استقرار اداري كويس، راجل رئيس النادي موفر لهم حاجات كتيره كويسه، ودي حاجات مهمه جدا في كره القدم. جهاز فني عنده خبرات، واحد من اصحاب الخبرات الكبيره في مجال التدريب خلال الفتره اللي فاتت دي كلها. لعيبه عندها دوافع كبيره، ماشيين كويس في بطوله عربيه، ماشيين كويس في الدوري العام، فاعتقد كان ماتش مهم وماتش كبير من الماتشات الكبيره. الحمد لله اللي انت تحقق فيه مكسب ونتيجه كبيره زي دي، اعتقد الحمد لله دي بتدل ان احنا الحمد لله ماشيين في طريق كويس، وان شاء الله نواصل ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكملها على خير باذن الله. سعد بقاله فتره كبيره جدا ما شاركش، اللي هو يؤدي بالاداء الجيد دوت والثقه والروح العاليه دي، اعتقد دي حاجه ايجابيه. ديانج بيواصل زي ما انت بتقول اداؤه الطيب، ودي حاجه كويسه ان هو اللعيب محتاج يلعب مباريات كتيره واخد خبرات وخامه طيبه جدا يعني، ان شاء الله يبقى مباشر ان شاء الله. ازارو نفس القصه، رجوع السولية، قفشه اول هدف ليه، دي حاجه ايجابيه. فكل الحاجات دي ايجابيه جدا، وتحسب طبعا للراجل وتحسب للعيبه اللي هم قدروا ان شاء الله قدروا اللي هم يسجلوا دوت ويؤدوا اداء طيب يعني في المباراه، دي حاجه ايجابيه جدا. اكيد طالما الواحد بيتعب وبيجتهد وبيعمل اللي عليه، ربنا ما بيضيعش مجهود حد. وانا مش مستني ان انا ارد على حد او ارد على جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وبالنسبه لي يعني هو رقم واحد بالنسبه لي، ويعني الواحد عمل كتير قوي عشان جمهور النادي الاهلي ده. فاكيد ان انا مش مستني ان انا اعمل حاجه عشان ارد على جمهور الاهلي يعني. اكيد طبعا بنلعب النهارده تيم قوي جدا، تيم محترم مع جهاز فني محترم جدا. اكيد نازلين مركزين في الماتش ان احنا ناخده باهميه كبيره، لان هو يعتبر هو رقم اتنين بعديك، فاكيد طبعا هيفرق معنا جدا ان احنا نكسبهم. والماتش النهارده بست نقاط، والحمد لله قدرنا ان احنا ربنا وفقنا في اخر الشوط الاولاني، وبحمد ربنا طبعا وببارك للعيبه وببارك لجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني. هو الحقيقه بص، الراجل بصراحه معانا بيتعامل مع اللعيبه كلها واحد، ما عندوش لعيب اساس ولعيب احتياطي. اكيد انتوا بتبقوا موجودين معانا في كل الكواليس وفي التمرين، التمرين كله يمكن بيبقى اقوى من المباراه، اللعيبه كلها مركزه. هو مدي الحق للعيبه كلها ان اللي بيجتهد وبيتعب ومركز في تمرينه هيكون موجود معاه. والحمد لله الواحد كان بعيد الفتره اللي فاتت، لكن بفضل ربنا وان انا مركز وان انا عايز اعمل حاجه للنادي ولجمهور النادي، الحمد لله ربنا بيوفق الواحد ان هو يكون موجود. واتمنى ان شاء الله المشاركه دايما، لان هتفرق معايا جدا في فورمه المباراه ان شاء الله، واقدر باذن الله افيد النادي الاهلي واسع جمهور النادي الاهلي. نتمنى 10 مليون والله في الاستاد يعني، بس طبعا احنا خلاص النهارده خلاص المباراه خلصت، من بكره عندنا تمرين ان شاء الله نقدر نركز في الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي صعب برضو، نتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب المباراه، وهتفرق معانا جدا باذن الله. وان شاء الله احنا مركزين جدا، وطبعا مستنيين جمهور النادي الاهلي الداعم رقم واحد لينا دايما يعني. طيب تصريحات مهمه من كابتن سامي قمصان، كابتن سيد عبد الحفيظ، وايضا كابتن احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي. بالمناسبه يعني قفشه ده كان الهدف الثاني ليه في بطوله الدوري مش الاول، لو جاب هدف قبل كده في اسوان من ضربه جزاء، بس ممكن البعض يكون نسي لان احنا قعدنا فتره بعديها كتير جدا ما بيلعبش كوره يعني بسبب ايقاف بطوله الدوري. لكن المهم من ضمن الاخبار الهامه جدا عقوبات لجنه الانضباط بالاتحاد المصري لكره القدم، والناس النهارده في الحقيقه نزلوا عقوبات او اعلنوا عن عقوبات، منها منع رئيس نادي الزمالك من المشاركه في اي نشاط رياضي متعلق بكره القدم لمده 3 مباريات، وغرامه 100,000 جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئه ضد رئيس لجنه الحكام وحكم مباراه فريقه امام سموحه. انا شايف ان دي خطوه ايجابيه في الحقيقه، ان اخيرا هيبقى في عقوبه يعني. الحاجه الثانيه فرج عامر رئيس نادي سموحه منعه من المشاركه في اي نشاط رياضي يتعلق بكره القدم مباراه واحده وغرامه 50,000 جنيه لما بدر منه من تصريحات تسيء لطاقم الحكام الذي ادار مباراه فريقه امام اسوان. الاهم بالنسبه لنا بقى هو توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم، وتحذيره بفرض عقوبه
في حالة تكرار ذلك. البعض بيسأل على كلمة توبيخ. احنا جبنا لائحة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، تحديد المادة رقم 20 واللي بتحتوي على 19 بند زي ما حضراتكم شايفين كده قدامنا. خليني اقول لحضراتكم ان العقوبات الانضباطية اللي بتبقى على الاندية او على الاشخاص اللي مكونة من 19 بند بتضم اول بند بيبقى ايه؟ تحذير، وهو خطاب رسمي الى مرتكب المخالفة يتضمن تذكير بالقواعد الانضباطية. في البند الثاني بيقول لك ايه؟ التوبيخ، يعني طلعت موجوده. انا بصراحه الصبح لما لما عرفت الخبر قلت ايه توبيخ دي؟ التوبيخ دي موجوده في اللائحه الانضباطيه اصلا؟ لكن شفنا اللائحه عباره عن ايه، لقينا ان كلمه توبيخ موجوده زي ما حضراتكم شايفين كده. عباره عن ايه توبيخ دي؟ وهو عباره عن خطاب رسمي موجه الى مرتكب المخالفه يفيد بعدم قبول مخالفه القاعده الانضباطيه والتحذير بفرض عقوبه حاله تكرار المخالفه. هنا في سؤالين. السؤال الاول، هو كابتن سيد حفيظ عمل ايه اصلا؟ هنا احنا مش بندافع، لا، بس انا بجد عايز اعرف هو كابتن سيد عبد الحفيظ عمل ايه. انا مش عارف ايه هو اللي عمله. هم بيقولوا ان هو هاجم الحكام او اتكلم على التحكيم وكمان حاجه غريبه. احساسي الشخصي عشان يبقى في توازن في العقوبات، يعني عقوبه رئيس نادي الزمالك رئيس سموحه اجيب الاهلي في الرجلين بالمره، ده بصراحه مش منطق. يعني ده اعتقد كده هم قاسوها بالطريقه دي. تمام. تاني حاجه، ليه ما قالوش تحذير بدل اللي هو البند الاولاني، تحذير بدل توبيخ، خصوصا ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما عملش حاجه. ليه تغاضينا عن تحذير دي في البند الاول وابتدينا على طول بتوبيخ؟ برضو ده سؤال يعني. طيب كلمه توبيخ في حد ذاتها ليه هي كلمه توبيخ؟ يعني ليه اسمها توبيخ؟ طب ما كان ممكن نقول توجيه اللوم مثلا. يعني لو انتوا بتحطوا كده اللائحه، طبعا احنا اللي هنقول لكم، يعني انتوا ادرى اكيد ما فيش مشكله، بس احنا بنروح يعني واحنا بنحط اللائحه ليه كلمه توبيخ؟ يعني مش حلوه، كلمه مش حلوه. يعني ممكن نقول ايه؟ توجيه اللوم مثلا، يبقى عباره عن كذا 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 في الماده، لفت الانتباه مثلا، امور بنفس المعنى ده. لكن كلمه توبيخ يعني انا شايفها تقيله شويه، يعني مش حلو. لكن في كل الاحوال الاهلي بيلتزم باي عقوبات، يعني ما فيش مشكله. في عدد طبعا من البنود في اللائحه، يعني الغرامه، اعاده الجائزه، الايقاف عن اللعب، منع الدخول، يعني في اكتر من بند. اللي يهمنا موضوع اللي اتكلمنا فيه بخصوص عقوبة الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي احنا مش عارفين سببها ايه في الحقيقة. في كل الأحوال عشان نعرف أولنا من أخرنا، خلينا نستعرض مباريات الأهلي خلال الفترة اللي جاية، عشان كلنا بنبقى يعني متشوقين جدا لمباريات النادي الأهلي. الماتش الجاي عندنا مين؟ عندنا بلاتينيوم يوم السبت بإذن الله تعالى، يوم السبت 28 ديسمبر، وبعد كده هتلعب يوم الأربعاء مصر مقصة يوم 1 يناير، هيكون مباراة فريق مصر مقصة، وبعد كده تلعب يوم الأحد مع نادي اف سي مصر، تمام، في استاد القاهره، وبعد كده يوم السبت بلاتينيوم، يا ترجع يوم الاربعاء تلعب مع طنطا مقاولين نجم الساحلي في مصر هنا يوم 24 يناير، وبعد كده انبي هلال السوداني، تمام، في السودان، بيراميدز، طلائع الجيش المصري، الزمالك، دي مباريات الاهلي خلال الفتره اللي جايه. النهارده كمان في مباريات في الدوري المصري، طنطا واسوان خلص 2-2، ماتش كان حلو قوي. اف سي مصر ومصر المقصه ابتدى الساعه 5، وانتاج الحربي والزمالك ده هيكون الساعه 7:30، مباراه قويه جدا. طيب دي كانت بعض الامور والاخبار الهامه جدا اللي استعرضناها مع حضراتكم مع بدايه حلقه كلام في الميديا النهارده. خلينا نشوف اللي اتكتب على النادي الاهلي في الصحف بقى، يلا بينا. الاهرام: الأهلي يلحق بالاتحاد هزيمة ثقيلة ويغرد منفردا على القمة. زعيم الصغر الطمع في المباراة بالشوط الأول والأحمر عاد في الثاني. أخبار الرياضة: لا يعرف إلا الفوز فقط، الأهلي يغرد بالقمة برباعية من بوابة سيد البلد. الأهرام المسائي: أهلي فايلر لا يقهر، اكتسح الاتحاد بالأربعة وحقق التفوق الثامن في الدوري. طلعت لم يصمد أمام أسلحة رينيه والشيخ وقفشة وأزارو معلول، أنهوا مغامرة الزعيم الصغر. الأخبار المسائي: البريمو: الأهلي يقصى على الاتحاد برباعية ويواصل العزف المنفرد على القمة. الجمهورية: من أجل الاستعداد لبلاتينيوم، الراحة مرفوضة في الأهلي. الشروق: الأهلي يطلب زيادة عدد جماهيره أمام بلاتينيوم، الجهاز الفني يعلن جاهزية رامي ربيعة واستعادة خدمات ياسر إبراهيم ويكشف تفاصيل علاج رمضان صبحي. المصري اليوم:
الأهلي يطلب زيادة الجماهير لعشرين ألفا أمام بلاتينيوم. فحص طبي للرمضان. فايلر يرفض الراحة. وربيعة جاهز لبطل زيمبابوي. في اليوم السابع ليل الفرنسي وفنربخشة التركي يفاوضان الشناوي الأهلي. الكريسماس يؤجل حسم صفقة المهاجم السوبر. الوفد 10,000 مشجع في مباراة بلاتينيوم. الأهلي يفاضل بين ثلاث مهاجمين أجانب وقرار لوزرن يهدد صفقة إليكي. الدستور عرض شفهي من العربي الكويتي لاستعارة مروان محسن 6 أشهر. فايلر يتمسك بإليكي والتخطيط تفتح ملف ندفي. روزل يوسف صالح يعود لدائرة فايلر. طيب معظم الصحف النهارده بتتكلم وبتشيد باداء النادي الاهلي بالامس والنتيجه الكبيره على فريق الاتحاد السكندري. خلينا نستعرض البعض منهم. نبتدي بالاهرام مثلا. الاهرام قالت ايه؟ قالت ان الاهلي يلحق بالاتحاد هزيمه ثقيله ويغرد منفردا على القمه. بصراحه ما كناش متوقعين يعني انت بتقابل فريق قوي زي الاتحاد السكندري ان انت هتكسب 4-0 يعني. نتيجه طبعا كبيره على فريق كبير زي الاتحاد السكندري، لكن في نفس الوقت اتمنى الاتحاد السكندري ما يتاثرش بهذه النتيجه اطلاقا ويكمل مشواره الرائع في بطوله الدوري حتى الان، لان هو فريق كبير بيضم عناصر سواء في الجهاز الفني او كلاعبين مميزين جدا. هم طمعوا في المباراه زي ما الاهرام كده بتقول في الشوط الاول، وده حق مشروع لاي حد، لكن النادي الاهلي عاد في الشوط الثاني وقدر ان هو يحقق او يحرز 3 أهداف بالاضافه للهدف اللي جه في الشوط الاول بتاع احمد الشيخ، فبالتالي النتيجه خلصت 4-0 وفوز مهم جدا بالنسبه للفريق. نروح للاهرام المسائي واللي بتقول ان اهلي فايلر لا يقهر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اكتسح الاتحاد بال4 وحقق التفوق الثامن في الدوري، ويعني عدد كويس جدا من المباريات المتتاليه اللي بيفوز بيها النادي الاهلي، واعتقد الرقم ده كان اتحقق قبل كده في موسم 98-99 على ما اتذكر يعني. لكن في ارقام اخرى، الاهلي حقق قبل كده 17 انتصار متتالي في 2005-2006 مع مستر مانويل جوزيه. فنتمنى طبعا ان احنا نوصل لهذا العدد وهذا الكم من الانتصارات المتتاليه، لكن الاهم دايما مش الارقام القياسيه، الاهم اللقب والبطوله. طيب بيقولوا يعني ان كابتن طلعت يوسف ما قدرش ان هو يصمد امام اسلحه رينيه والشيخ وقفشه ومعلول ان هم جابوا الاهداف يعني، وده امر طبعا كلكم تابعتوه امبارح. نروح للجمهوريه وبتقول من اجل الاستعداد لبلاتينيو الراحة مرفوضة في الأهلي. لا، في راحة النهاردة، الفريق عنده 24 ساعة راحة، وبكرة إن شاء الله التدريبات تستأنف استعدادا لمباراة بلاتينيوم، هذه المواجهة الهامة جدا في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. نروح للشروق. الأهلي يطلب زيادة عدد جماهيره أمام بلاتينيوم، وده هيبقى أمر مهم جدا لو الأهلي نجح في كده، أو لو الأمن لبى طلب النادي الأهلي، هيبقى شيء مميز في الحقيقة، لأن احنا في حاجة لكل واحد من جماهير النادي الأهلي في هذه المباراة، لأن ده بيبقى أمر غاية في الأهمية، والجمهور دايما بيبقى السند الأساسي في دعم لاعبيه في طريقهم طبعا لتحقيق الفوز بإذن الله يعني. فممكن هو العدد لحد دلوقتي 10,000، ممكن يزيد ل 15 أو 20، نتمنى هنشوف يعني. الجهاز الفني يعلن جاهزية رامي ربيعة واستعاد خدمات ياسر ابراهيم، وده قلناه لحضراتكم، وتفاصيل علاج رمضان صبحي. علاج رمضان صبحي يعني في تفاصيل كتيره جدا هقولها لكم لاحقا، وممكن الفتره تبقى اقل من 6 أسابيع، ممكن تصل ل4 أسابيع، ده هيبقى شيء مهم قوي بالنسبه لرمضان وللنادي الاهلي طبعا يعني. المصري اليوم وبتتكلم برده في نفس اتجاه طلب الاهلي زياده الجماهير ل 20,000 امام بلاتينيوم، نتمنى ان ده يحصل. فحص طبي لرمضان. وفايلر يرفض الراحة. لا، في راحة النهاردة. وربيعة جاهز لبطل زيمبابوي. اتكلمنا في كل هذه الأمور. نروح بقى للأخبار الساخنة شوية. اليوم السابع بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن ليل الفرنسي وفنربخشة التركي يفاوضان شناوي الأهلي. يا جماعة أنا ما بعترفش بأي تفاوض شفهي. في تفاوض شفهي أو ما فيش، ما يهمناش. إحنا يهمنا عروض رسمية. الشناوي بصراحة ما شاء الله عليه، يعني نجم مصر الأول في حراسة المرمى دلوقتي، ما فيهاش نقاش. كل الناس متفقة على كده. ربنا يا رب يوفقه اكتر واكتر مع الفريق ومع منتخب مصر. لكن هل في عرض رسمي جه للنادي الاهلي؟ والله ما في عرض رسمي جه للنادي الاهلي بالنسبه للشناوي ولا لاي لاعب، باستثناء صلاح محسن اللي جاله عرض من انبي وسموحه بس، وده اللي كمان قاله كابتن سيد عبد الحفيظ يعني بنفسه. لكن في كل الاحوال بالنسبه للشناوي ما حصلش. موضوع الكريسماس يؤجل حسم صفقه المهاجم السوبر، احنا عارفين اعياد الكريسماس وكلام من ده، فبالتالي يعني بالتالي الموضوع
ممكن يتأجل شوية. وبالمناسبة في أكتر من لاعب معروض أو في أكتر من لاعب بيفاضل ما بينهم النادي الأهلي، مش إليكي بس. إليكي مطروح، يعني إليكي لاعب لوزرن طبعا مطروح بقوة، لكن في أكتر من لاعب كمان بيفاضل وهيختار منهم الجهاز الفني للنادي الأهلي، وده من خلال كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ لينا يعني. طيب نروح للوفد، وطول 10,000 مشجع في مباراة بلاتينيوم ده لحد دلوقتي. الأهلي يفاضل بين 3 مهاجمين أجانب، وده حقيقي، وقرار لوزرن يهدد صفقة إليكي. قصدهم إيه؟ قصدهم إن لوزرن تعاقد مع مدير فني جديد، ده مش عايز يسيب أي لعيب يعني. لا، في أكيد مفاوضات، في أمور يعني النادي الأهلي ماشي فيها، وهنشوف في الآخر الأمور هتستقر على إيه يعني. لكن هل في صفقة للنادي الأهلي؟ طبعًا في صفقة للنادي الأهلي، الموضوع مفروغ منه يعني. الأهلي هيجيب صفقة تانية بعد صفقة كهربا، فبالتالي ده أمر مفروغ منه يعني عشان تبقوا عارفين، وبرضه وفقا لتأكيدات الكابتن سيد عبد الحفيظ. طيب خلينا نروح للدستور، وبتقول إيه؟ عرض شفهي من العرب الكويتي لاستعارة مروان محسن 6 أشهر. ماشي، ما شفهي شفهي، لكن ما فيش رسم. فايلر تمسك بليكي والتخطيط تفتح ملف ندفيد. موضوع ندفيد قلنا لحضراتكم في أول الحلقة كده إن هو إن شاء الله قدامه من يعني قول أسبوعين، وممكن يكون ينضم للتدريبات الجماعيه، ده طبقا لتطور حالته. الاصابه طولت ليه مع كريم؟ الموضوع يعني بيتعلق من حاله لاعب للتاني ومدى استجابته للعلاج بس يعني، لكن ان شاء الله كريم يعود سريعا لان هو احد اللاعبين المهمين جدا. اخر خبر معانا روز اليوسف، بتقول ان صالح يعود لدائره فايلر الفتره الجايه. هنشوف هل صالح هيبقى في دائره فايلر او في حسابات فايلر ولا لا، المدير الفني هو اللي يقدر يحكم يعني. وبالمناسبة يعني البعض بيتكهن أمور كتيرة وبيجتهد كتير جدا، لكن الراجل امبارح مستر فايلر قال إن أي حاجة بتخص اللاعبين دي بتبقى ما بيننا وما بين بعض في الغرف المغلقة يعني، ما بيتكلمش عليها في الإعلام. برضه ده تصريح موفق منه. من التصريحات برضه المهمة اللي نسيت أتكلم مع حضراتكم فيها لمستر فايلر امبارح، لما اتسأل على الاستبدال استغرب، أنا مالي بالاستبدال؟ ماليش دعوة بالاستبدال، أنا مركز مع فريق، أنا بشتغل فني مع اللاعبين، موضوع الاستبدال ده مش بتاعي. ف شيء مميز جدا يعني، هو ده التفكير الصح يعني. ممكن واحد تاني مدير فني تاني والله مصري او غير مصري اجنبي تاني ممكن يقول لك لا استبدال، لا انا اصل احنا مش عايزين نعمل الاستبدال او نفتح باب الاستبدال وكلام من. لا، الراجل عارف اختصاصاته ايه ودوره ايه في النادي الاهلي والاهداف المطلوبه منه ايه وبيشتغل عليها، فده امر ايجابي جدا يعني. اخبار الاهلي في مواقع ايه بقى نشوفها يلا. اليوم السابع، الاهلي يكشف موقف سفر رمضان صبحي للعلاج في المانيا. سوبر كور، صلاح محسن ينتظر حسم مصيره مع الأهلي في جلسة خاصة مع عبد الحفيظ. يلا كورة، مصدر بالأهلي، 4 لاعبين مرشحين للخروج للعرى في يناير. الفجر الرياضي، عروض مغربية لضم مهاجم الأهلي. صدى البلد دون الإعلان عن اسم مهاجم الأهلي الجديد يصل القاهرة خلال الأيام. الشروق، الأهلي يعترف في إليكي ضمن المرشحين للانضمام لنا. اليوم السابع وكلام على رمضان صبحي، بيقولوا ان الاهلي يكشف موقف سفر رمضان صبحي للعلاج في المانيا. كابتن سعد عبد الحفيظ كان ليه تصريحات وقال ايه؟ قال ان رمضان الاصابه بتاعته المفروض 6 أسابيع، احنا بنتواصل مع اطباء في المانيا عشان يحددوا لنا مدى امكانيه تقليل المده، يعني بدل تبقى 6 يبقى 4، وده هيبقى شيء ايجابي جدا برضه. وهيشوفوا كمان معاهم، مستنيين رد الاطباء في المانيا هل الموضوع مستاهل سفر رمضان صبحي ولا لا، او مستاهل رمضان هيسافر المانيا عشان يقلص مده العلاج، وده هيبقى امر غايه في الاهميه. ده فيما يتعلق برمضان صبحي يعني. سوبر كوره، صلاح محسن ينتظر حسم مصيره مع الاهلي في جلسه خاصه مع كابتن سيد عبد الحفيظ، ده هيحصل خلال الاسبوع اللي جاي او بعد لقاء بلاتينيوم، لكن القرار في النهايه لسه مش عارفين هيكون ايه، هل هيستمرار صلاح ولا خروجه اعاره على سبيل الاعاره لاحدى الفرق يعني. يلا كوره، بتقول ان مصدر في الاهلي قال ان 4 لاعبين مرشحين للخروج للاعاره في يناير، من غير ما نقول اسماء اللاعبين، لكن ده طبيعي، انا يعني مش عايز اقول اسماء اللاعبين لان برضو ما يبقاش فيه لغط ولا حاجه يعني، ممكن البعض يكون بيتوقعهم يعني. لكن في كل الاحوال
اللي شايفه النادي الاهلي قرار في صالح النادي واللاعب اكيد هياخده، ما فيهاش نقاش. الاهم دايما مصلحه الفرقه، مصلحه النادي، لان احنا عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا بخلاف طبعا البطولات المحليه مركزين فيها كلها. فاكيد ان شاء الله القرارات الصحيحه والموفقه تكون في صالح النادي الاهلي باذن الله. الفجر الرياضي والخبر ده احنا يعني تقريبا مش هنخلص منه، يعني كل يوم هنتكلم فيه. كل يوم عروض مغربيه لضم مهاجم الاهلي. يا جماعه ازارو مكمل مع الاهلي على اقل تقدير لاخر الموسم. مفيش عرض رسمي جه لازارو في حسابات مستر فايلر. ازارو جاب هدف امبارح وجاب قبل كده هدفين، هدف في الدوري وهدف في كاس مصر. ازارو بيبتدي يدخل مع الفريق واحده واحده وبيبتدي يستعيد مستواه وثقته في نفسه واحده واحده تدريجيا بشكل مميز. فخلاص الموضوع خلاص بقى واضح اعتقد، يعني مفيش شكوك في مصير وليد ازارو. وليد ازارو مكمل مع النادي الاهلي. بس نروح لصاد البلد. بيقولوا من غير ما يعلنوا عن اسم المهاجم، يعني مهاجم الاهلي الجديد يصل القاهره خلال ايام. ما قلت الحركه قبل كده هنتفاجئ باعلان النادي الاهلي عن اسم اللاعب الجديد، وبالمناسبه هي فرص اكبر او النسب اكبر ان هو هيكون مهاجم. لكن وارد جدا ان يتم تغيير الرؤيه. ازاي؟ لا قدر الله لو في اصابه معينه في مركز معين فتقدر ان انت تعوض بصفقه اللي ناقصالك مكان الاصابه دي. الحسابات دي كلها خلال الفتره اللي جايه، لكن لحد دلوقتي ممكن يكون الاقرب، وده طبقا برضه للتصريحات المسؤولين في النادي الاهلي بتحديد كابتن سيد عبد الحفيظ، الاقرب ان هو هيبقى مهاجم. يعني هنشوف. الشروق الاهلي يعترف والاهلي ما نفاش، يعني اليكي ضمن المرشحين للانضمام لنا، اليكي وغير اليكي مرشح للانضمام للاهلي. في بعض يعني ثلاث اسماء تقريبا هم المرشحين في النادي الاهلي بخصوص انضمامهم، واحد فيهم يعني ينضم وممكن نتفاجئ بحد اخر، يعني اسم ما سمعناهوش يعني على الساعه زي ما حصل كده مع المدير الفني مستر ريني فايلر. هنشوف الاخبار المحليه والعالميه. يلا اليوم السابع، اتحاد الكره يطالب الانديه بالمشاركه ماديا لتطبيق الفار بالدوري. بوابه الوفد، جهاد جريشه حكم فيديو بمباراه الرجاء ومولوديه وهران بالبطوله العربيه. يلا كورة، استادات تحصل على تنظيم جائزة الأفضل في أفريقيا. اليوم السابع، الفيفا يتغنى بأرقام محمد صلاح وليفربول القياسية في 2019. صدى البلد، أجواء مرحة، محمد صلاح يتدرب برفقة مكة في الجيم. الشروق، نصري أفضل اللعب بجوار محرز عن صلاح الفردي. سوبر كورة، محمد صلاح خامس أغلى لاعب في العالم. الأهرام، محمد صلاح أحد أبطالها، كلوب يختار أفضل لحظة لليفربول في الموسم الماضي. في الجول، زيدان لن أطلب المزيد من اللاعبين في 2020. بطولات، توتو سبورت عرض مغري من يوفنتوس لاستعادة بوب من مانشستر يونايتد. طيب خلينا نبتدي باليوم السابع سريعا كده. اتحاد الكره يطالب الانديه بالمشاركه ماديا لتطبيق الفار بالدوري، وما بيقولوا يعني ان لازم يكون في مشاركه ماديه من قبل الانديه. المبالغ هتبقى بتتراوح ما بين 150 ل 200 الف جنيه مصري، وممكن كمان الانديه تدفعهم على قسطين، وخصوصا ان كل مباراه هتتكلف 3000 دولار. وهم خلاص قربوا ان هم ينفذوا او يطبقوا تقنيه الفار بدايه من الدور الثاني. يا رب تتطبق في الحقيقه، ايا كان بقى الامور هتمشي ازاي طبقا طبعا لموافقه الانديه. احنا مش عارفين الامور بالنسبه لهم هتبقى عباره عن ايه. نروح يلا كوره، استادات تحصل على تنظيم جائزه الافضل في افريقيا. شركه استادات القابضه، طبعا الشركه الوطنيه، اتفقت خلاص مع شركه بيك الباتروس، الشركه صاحبه الحقوق التسويقيه والتجاريه، على اسناد الاعمال التنظيميه وانتاج وتصوير واخراج الحفل لشركه استادات الوطنيه. حضر من جانب استادات طبعا الاستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركه استادات، وايضا الاستاذ كامل ابو علي رئيس شركه بيك الباتروس، وده في خلال حضور طبعا معاذ حجي السكرتير العام من جانب الاتحاد الافريقي. نتمنى لهم كل التوفيق في زي ما هذا الحفل بشكل مميز كما هو المعتاد. طيب خلينا نروح لفاصل سريع. بعد الفاصل هينضم لي في الاستوديو الاستاذ خليل المنيسي الناقد الرياضي الكبير، ونستفيد في الحديث عن بعض الامور الهامه. استنونا بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. الاستاذ خليل المنيسي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالبوابه نيوز ضيفنا العزيز في حلقه النهارده. يا استاذ خليل ازيك؟ ازيك يا امير، ونتمنى ان نقدم معلومات جديده لمشاهدي القناه النادي الاهلي والمشجع الاهلاوي، وان شاء الله نقدم وجبه يعني على كل على السحر الرياضيه في مصر، سواء الدوري سواء النادي الاهلي سواء المنتخب الوطني. وانا سعيد جدا طبعا ظهوري في قناه النادي الاهلي. طبعا اهلا بك دائما. لازم نتكلم في البدايه طبعا عن مباراه الامس وتالق النادي الاهلي يفوز بنتيجه 4-0. انا عايز اخد تقييمك للمباراه الاول وبعد كده نتكلم عن مستر فيلر شويه. هو بص، الاهلي عنده هدف معين بالنسبه للدوري، ماشي في طريق، يعني هو حدد طريقه، 8 انتصارات متتاليه، اداء في ارتفاع مستمر، تكتيك عالي جدا، شخصيه مدير فني ظهرت بشكل سريع جدا على الاداء وعلى النتائج. اعتقد ان الفوز على الاتحاد السكندري خطوه مهمه في طريق الاهلي نحو الاحتفاظ بدرع الدوري. 8 انتصارات متتاليه، 23 هدف في الثمان مباريات، تستقبل هدف واحد، دي معدل كويس قوي، معدل الهجومي طبعا كويس جدا. في نفس الوقت ان الاهلي ممكن اي حد بيسجل، يعني المدافع بيسجل، الظهير بيسجل، لاعب الوسط بيسجل، الاجنحه، المهاجمين. فاعتقد ان في مرونه تكتيكيه جدا في اداء الفرقه. نتمنى طبعا ان تستمر خلال الفتره الجايه. طبعا كمان الاهلي في شهر ديسمبر كل مبارياته مكسب. اعتقد ان الاهلي في طريقه زي ما قلت ان يحتفظ بلقب الدوري. طبعا بطوله افريقيا، ممكن لو هنتكلم عن بطوله افريقيا هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم. بس قبل ما نتكلم عن بطوله افريقيا عشان نقفل ملف الدوري، انت شايف ان يعني بعض يقول لك المنافسه خلاص يعني كده واضحه، الاهلي يعني هو الاقرب كلام من ده، هل انت مع الكلام ده؟ هو الاقرب نسبيا كنتائج، كمعدل نتائج طبعا هو الاقرب والاوفر حظا، لكن المنافسه طبعا في الدوري صعبه جدا، في صعبه جدا، صعب ان انت تحافظ على القمه. اول الاهلي لما بيطلع القمه صعب ان يرجع، لكن طبعا في منافسين هيدخلوا معاك في الفتره الجايه. طبعا لسه 8 مباريات في الدوري بالنسبه للاهلي، في فرق لعبت 10 مباريات. اعتقد ان الاداء بالنسبه للنادي الاهلي الى حد ما ماشي في سكه الاحتفاظ بالدوري، لكن طبعا اكيد في مباريات طبعا كل ممكن تلعب فرق تعارض بمعنى الكلمه قدامك طريقه دفاعيه، لكن المهم ان يبقى عندك حلول. لكن المنافسه لسه بدري، يعني اللي هو الاهلي بنسبه مثلا اقول لك 50%، خلينا 50% بالظبط، 50% الاهلي هيحتفظ بلقب الدوري، لكن طبعا في اكيد في احداث بتحصل، وفي متغيرات بتغير شكل الدوري طبعا، وبتغير النتائج. فاعتقد ان المنافسه لسه بدري على حسم لقب الدوري. طبعا في لسه الزمالك وفي بيراميدز اللي تراجع نتائجه في الفتره الاخيره واقاله سبستيان ديسابر، وطبعا الاسماعيلي. طبعا بص اقول لك على حاجه، مباريات الانديه الاهلي واسماعيلي، اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز، اهلي والاتحاد السكندري. طبعا الاتحاد السكندري بيقدم موسم ولا اروع مع الكابتن طلعت يوسف والجهاز الفني، فاعتقد المنافسه لسه بدري. المقاولين كمان السنه دي، والمقاولين طبعا مع الكابتن عماد النحاس، يعني اداء رائع جدا، وكسبوا الاسماعيلي 2-0، وتصدروا الدوري مؤقتا لحد لما الاهلي لعب. فاعتقد ان المنافسه هتبقى قويه، وشكل الدوري يعني السنه دي شايفين اكتر من فريق بينافس، يعني غير يعني بينافس على المراكز المتقدمه، المقاولين، بيراميدز، سموحه، الاتحاد السكندري. اعتقد ان الدوري هيبقى شكله كويس جدا. لكن في النهايه اعتقد ان الاهلي عارف طريقه للاحتفاظ بلقب الدوري. كويس. مباراه امبارح النتيجه مفاجاه بالنسبه لك، ولا خصوصا في ظل مستوى الاتحاد خلال الفتره اللي فاتت، ولا شايف ايه المعطيات اللي ادت للنتيجه دي؟ بص، هو اعتقد ان نقطه التحول كانت الكلام فايلر مع لعيبه الاهلي بين الشوطين، لان الاهلي الشوط الاول كان الاتحاد الى حد ما 50-50، بتزيد 2-2 للاهلي، بتزيد 1 للاتحاد، فالاداء كان متوازن الى حد ما في الشوط الاول. كذلك برضو كان في تسرع وليست سرعه من لعيبه الاهلي، تسرع في نقل الكوره، في انهاء بعض الهجمات. فالقعده اللي بين الشوطين هي اللي
هي حسب، وخصوصا كمان جون احمد الشيخ اللي جه في توقيت مهم جدا طبعا. لان الاتحاد كان بيلعب على اساس انه يخرج الشوط الاول متعادل، وبعد كده بقى الشوط الثاني بيلعب بقى بتكتيك الكابتن طلعت يوسف اللي بيقفل يعمل كماشه على المهاجمين وبيقفل وبيلعب على الهجمات المرتده اللي طبعا عندهم اكتر من لاعب يجيدها. لكن الجون بتاع احمد الشيخ فتح الشوط الثاني، فجيش الجون الثاني والجون الثالث والرابع. فاعتقد ان الاهلي قدر يقرا المباراه كويس، فايلر قدر يقرا المباراه كويس. لعيب الشوط الثاني لازم مركزه جدا كلهم يعني بلا استثناء، حتى التغييرات كانت الى حد ما كويسه طبعا، في ظل ان انت بتلعب فريق قوي، هو المنافس ليك يعني. انت لو الاتحاد كسبك كان هو اللي هيتصدر الدوري طبعا. فاعتقد ان المباراه كانت قويه جدا، الاهلي قدر ياخد اللي هو عايز من المباراه، فوز باربع اهداف، فدي حاجه كويسه جدا. استمرار ودفعه قويه للفريق الاستمرار الانتصارات، 8 انتصارات متتاليه لم يخسر اي نقطه في الدوري، فدي يعني كان رد فعل كويس جدا بالنسبه للعيبه الاهلي والجهاز الفني. فاعتقد ان الفتره الجايه طبعا الاهلي هيحاول يحافظ على الانتصارات واستمرار الانتصارات وتحقيق ارقام قياسيه بالنسبه للدوري، لان طبعا معروف ان الاهلي دايما هو صاحب الارقام القياسيه كلها في سواء الارقام الفرديه او الارقام اللعيبه والاجهزه الفنيه. فالمباراه كانت الى حد ما فنيا عاليه بالنسبه للنادي الاهلي، عارف يقرا فايلر، عارف يقرا المباراه كويس، وعارف يقرا المنافس كويس، وتعامل بمرونه تكتيكيه في التغييرات وفي التبديل. ده اللي هيخليني اسال حضرتك عن فايلر بقى، ومعايير تقييم المدير الفني بتبقى عباره عن ايه؟ هو بص، مبدئيا شخصيه المدير الفني هي اللي بتفرض نفسها على الشخصيه على الشخصيه طبعا. الشخصيه لما تبقى شخصيه قويه، لان طبعا انت بتتعامل مع 30 لاعب، غير اللعيبه الشباب اللي بيصعدوا في الفرقه، غير بتتعامل مع وسائل اعلام، بتتعامل مع جهاز فني واداري، مع مشرف على الكوره. فاعتقد شخصيه المدير الفني هي اللي بتضع يعني تحطه في المكان اللي هو عايزها. فايلر شخصيته قويه، رغم انه طبعا تعرض لحمله نقد كبيره جدا من وسائل الاعلام المصريه عندما اعلن الاهلي التعاقد مع فايلر. السي في بتاعه ضعيف جدا كله طبعا، حتى لو هو يمتلك سي في كويس هيقول لك السي في بتاعه كويس قليل، مش هو المدرب اللي يلبي طموحات جمهور الاهلي. حتى جمهور الاهلي نفسه في الاول كان عليه في علامات استفهام، لكن هو قدر يفرض شخصيته، دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا التدريب والعمل البدني والعمل الفني، الجمل التكتيكيه اللي بتحصل في التدريبات وفي المباريات، دي برضو لها تأثير بالنسبة للمدير الفني، وتحدد مقومات المدير الفني. وكمان في جزئية مهمة قوي، ان انت دلوقتي حتى رغم غيابات بعض اللاعبين، ومنهم لاعبين مؤثرين جدا ابرزهم طبعا رمضان صبحي، لكن الاهلي بيكسب والاهلي بيأدي بشكل جيد. واضح ان مستر فايلر حاطط سيستم لعب للفريق والكل بيقدر يأديه. اكيد طبعا، بالنسبه لموضوع الاساسي زي البديل دي حاجه كويسه جدا يعني. حاجه كويسه جدا، وخاصه ان انت بتنافس على اكتر من بطوله، وبتلعب افريقيا وتلعب دوري وكاس مصر، ومباريات مضغوطه وجدول مضغوط. فاعتقد ان لما يبقى عندك بديل بنفس كفاءه اللاعب الاساسي بتبقى كويسه يعني. احنا شفنا احمد الشيخ بقاله موسمين من ساعه ما رجع الاهلي ما بيلعبش اساسي. لما خد فرصته بقى نجم دلوقتي، وبيسجل وبيسد غياب رمضان صبحي، وعايز كمان مزيد من الماتشات. احمد الشيخ عنده امكانيات كويسه جدا. اكيد طبعا، احمد الشيخ واحد من النجوم اللي ظهروا في الدوري المواسم اللي فاتت، بس هو ما كانش خد فرصته في الاهلي. طبعا بالنسبه اليو ديانج طبعا لعيب يمتلك كل مقومات لاعب الديفندر، اللي بيقرا الماتش في حاله الدفاع وفي حاله الهجوم. قدر طبعا يسد غياب حمدي فتحي، كان في تخوف كبير لما اصيب حمدي فتحي، لكن عود مشاركه اليو ديانج اساسي، حتى لما غاب السوليه قدر برضو يسد مكان في خط الوسط. رايك ايه ثنائيه السوليه وديانج امبارح؟ بصراحه يعني في تفاهم كبير جدا، لان طبعا زي ما قلت لك التدريب في تدريبات النادي الاهلي، انا في بعض الاوقات بحضر تدريبات النادي الاهلي، بشوف الجهاز الفني ازاي بيقسم اللعيبه، لعيبه الوسط بيقرا لهم خطط، وسواء التمريرات، سواء في حاله الدفاع، في حاله الهجوم. فاعتقد ان الثنائيات كتيره جدا يعني، ثنائيه السوليه وديانج، قبل كده كانت السوليه وحمدي فتحي، دي حاجه كويسه جدا يعني. لما
تشوف الجهاز الفني بيقسم التدريب على مثلا ثلاث اقسام، واحد بيمرن المدافعين، واحد بيمرن بتوع خط الوسط، واحد بيمرن المهاجمين. فدي دي ده تكتيك بيتعامل معاه فايلر بالنسبه في التدريبات وبينفذه في المباريات، ودي دي ثنائيه اعتقد ان هي من ما شفناهاش من زمان يعني في عوضت ثنائيه السوليه وحمدي فتحي شويه. لا الى حد ما يعني حوالي نسبه كبيره عوضت حمدي فتحي، لان طبعا مع الوقت مع الوقت هو يمكن السوليه مع اليو ديانج ما لعبوش كتير، يمكن ثلاث مباريات اللي لعبوا مع بعض، لان طبعا السوليه كان مصاب وكده. فاعتقد ان مع الوقت هتعوض غياب حمدي فتحي، وهنشوف اثنين في خط الوسط بيلعبوا بطريقه يعني احنا بنشوف جمل، بنشوف تمريرات جميلة جدا بالنسبة في الإضافة لخط الهجوم. فأعتقد أن السولية وآلو ديانج يعني قادرين أن هم يعوضوا غياب حمدي فتحي، والخط الوسط الأهلي يعني بقى بشكل كبير كويس جدا، وحتى في بديل ثالث اللي هو الكابتن حسام عاشور. طبعا حسام عاشور تاريخ بالنسبه للنادي الاهلي، فحتى لو اي حد غاب منهم لا قدر الله باصابه او ايقاف او كده، ففي بديل الكابتن حسام عاشور. طبعا حسام عاشور تاريخه وخبره ولاعب مايستر يعني قاري خط الوسط، فاعتقد ان خط الوسط الاهلي بخير وبيقدم بقى ده كويس جدا يعني. طب نتكلم شويه عن صفقات، يعني تعاقد مع كهربا خلاص رسمي، وفي اتجاه للتعاقد مع لاعب اخر، يعني ازاي يقدر الكهرباء يخش في منظومه مستر فايلر التكتيكيه وسيستم لعب النادي الاهلي من وجهه نظرك يعني؟ بص، هو كهرباء لا خلاف عليه ان هو لعيب كبير جدا، لعيب عنده حلول فرديه، يمكن مش يعني حتى ظهرت الموسمين اللي فاتوا ما مش 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 عند حد كتير في الدوري المصري او في اللعيبه المصريين. طبعاً. فاعتقد ان انضمامه للاهلي هتبقى اضافه كبيره جدا، بشرط ان هو طبعا يدخل في منظومه الفرقه بسرعه جدا، لان طبعا احنا شفنا بعض الصفقات جت للاهلي ما عرفتش تنسجم بسرعه. لكن اعتقد ان كهربا عقله وتوازنه، وخصوصا ان هو اختار برغبته ان هو يجي للنادي الاهلي، دي الفرقه، ان في بعض اللعيبه بيفوضهم الاهلي بيجوا للاهلي عشان 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 مثلا الاهلي هو الافضل بالنسبه ليهم. لكن هم مش في دماغهم، او ممكن حصلت ظروف ان هم ما لعبوش اساسيين. لا، كان نفسه يجي الاهلي. كهربا كان حد موقفه من ساعه ما فسخ عقده مع الزمالك ان هو جاي الاهلي، راح اوروبا فتره معينه البرتغال، وبعد كده مصيره يعني توقيت تحديد رغبته للانضمام للنادي الاهلي دي الله اعلم بيها. ما اعرفش هو حدد امتى، هل بعد ما راح البرتغال قبل دي حاجه تخص اللاعب، لكن في كل الاحوال المهم ان هو لاعب في النادي الاهلي الفتره دي، واكيد هيبقى لاعب مهم واضافه كبيره لصفوف النادي الاهلي. اكيد طبعا هيبقى اضافه كبيره جدا. الحته دي يعني هو ممكن يبقى بديل رمضان صبحي، ممكن يلعب يتم يعني لعبه مثلا راس حربه زي ما كان بيلعب مع منتخب في بطوله امم افريقيا في الجابون بعد اصابه مروان محسن. انسب توليفه علشان نلاقي رمضان وكهربا في الملعب مع بعض من وجهه نظرك ممكن تكون ايه؟ ان كهربا يلعب راس حربه. راس حربه. بيجيد كهربا، وخصوصا ان احنا يعني كهربا بيجيد المراوغات، يعني عنده حسن تصرف في الهجمات، في لمحه بصر ممكن يجيب جون هيدرز او شمال او يمين. فكهربا ممكن يستغل نقطه التمريرات العرضيه، طبعا عندنا التمريرات الطوليه حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه، وفي طبعا الكرات العرضيه اذا كان من معلول او محمد هاني او احمد فتحي. فاعتقد ان افضل توظيف عشان يبقى كهربا ورمضان صبحي موجودين في الملعب يبقى رمضان صبحي جناح وكهربا راس حربه. طيب، التحدي القادم هو التحدي الافريقي بالنسبه للنادي الاهلي، وهو اهم شيء بالنسبه للجمهور كمان الاهلاوي. مباراه بلاتينيوم ستارز، شايف اهميه هذه المباراه وكيفيه تعامل النادي الاهلي معها باذن الله يعني. بص، هو بلاتينيوم يعني اضعف حلقات المجموعه. يعني خسر على ارضه 3-0 من نجم الساحل الماتش اللي فات، وخسر قبل كده من الهلال السوداني 2-1، فهو اضعف حلقات الفريق. طبعا الاهلي اكيد يعني، لان بص اللي هيحسم المباريات التاهل في المجموعه نتائجك
الكبيره مع بلاتينيومز، لان بلاتينيومز زي ما بيقولوا هيبقى هو حصلت المجموعه كلها. فانت عندك اصعب ماتش بالنسبه ليك الهلال السوداني في السودان، اخر ماتش في المجموعه طبعا. ده لازم هنا تروح والنجم هنا الى حد ما، بس انت بتلعب في ارضك والاهلي بشخصيته القويه جدا اكيد. طبعا نتائج المباريات دي بتعتمد على حاجات بسيطه يعني، لمسات بسيطه هي اللي بتغير اللي بتحدد نتائج المباريات. لكن اصعب ماتش زي ما بقول لك، احنا لازم نروح بالنسبه للنادي الاهلي لازم يروح الهلال وهو السودان في الجوله الاخيره وهو متاهل رسمي، سواء اول مجموعه او حاسم بان يفوز الثلاث مباريات هنا وهنا وهناك على بلاتينيومز. يعني تبقى رايح وانت عندك اريحيه يعني. اكيد بتلعب باريحيه وتبقى داخل المباراه ما عندكش اي ضغوط. هتبقى الضغوط على فريق الهلال سواء لو انت كسبت مثلا الهلال النجم الساحلي هنا وتصدرت المجموعه وكسبت بلاتينيوم الماتشين، فاعتقد ان هتبقى في ضغوط على الهلال اكتر منك. طبعا ممكن تبقى عنده فرصه منافسه النجم الساحلي على بطاقه التاهل الثانيه. فاعتقد ان الاهلي بالنسبه لبطوله افريقيا زي ما قلت التحدي الاكبر بالنسبه لجمهور الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي أكيد. والجهاز الفني هو التحدي الاكبر، لان هي البطوله الاهم والعوده لكاس العالم للانديه. فاعتقد ان مباراه بلاتينيوم يوم السبت ان شاء الله هتبقى مباراه مهمه جدا. لازم تبقى هيبقى برده في نفس الجوله مباراه النجم الساحلي والهلال في تونس. في تونس مباراه النجم الساحلي والهلال في تونس. دي برده مباراه النجم الساحلي والهلال في تونس برده يعني هتحدد الى حد ما ملامح المنافسه على المجموعه. يعني لو تحدد يعني الى حد ما، انا بقول لك بنسبه كبيره، لو النجم الساحلي دي كسب هيبقى 9 نقط يعني بنسبه 80% تأهل. الاهلي لو كسب الماتش ده يبقى 6 نقط. عنده مباراه الاياب مع بلاتينيوم. لو كسب يبقى يعني بشكل كبير هتبقى المنافسه بين الاهلي والنجم الساحلي على الاول والثاني. هتحسمها طبعا مباراه الجوله الاهلي والنجم اللي هي في الجوله الخامسه اللي قبل الاخيره. فاعتقد ان فايلر عامل حسابه وحاول برضو يدي لعيبه الفرقه راحه النهارده من التدريبات عشان طبعا الضغوط والاجهاد والحاجات دي. اعتقد ان جمهور الاهلي برضو هيبقى ليه دور كبير أكيد في مباراه القادمه امام بلاتينيوم. اعتقد ان 10,000 متفرج هيبقوا بقى صوتهم ان شاء الله يزيدوا عن كده كمان، وان شاء الله نتمنى ان هم يزيدوا عن كده. نتمنى طبعا برضو التزام الجماهير بالتشجيع المثالي بالنسبه لعيبه الاهلي والجهاز الفني. فاعتقد ان الاهلي باذن الله قادر ان يكسب بنتيجه كويسه هنا. المنافسه ككل في البطوله بتشوفها ازاي في ظل مثلا ان فريق الترجي رغم ان هو مشى بعض اللاعبين لكن جاب لاعبين جامدين قوي وعامل قائمه قويه من في الفريق، وقدروا ان هم في كاس العالم الانديه خسروا ماتش مثلا الاولاني بس كسبوا مثلا فريق زي 6-2. فبتشوف ازاي المنافسه بشكل عام سواء مع الترجي مازيمبي الكونغولي اكتر من الوداد. بص المنال يعني في فرق كبيره جدا بتنافس البطوله. الترجي طبعا في كاس العالم للانديه رغم زي ما قلت ان مشى اكتر من لاعب اساسي في الفريق الا ان لا زال يمتلك برضو بعض اللعيبه القويه جدا. انيس البدري وتعاقد مع حمد الهون لعيب ليبي جناح على اعلى مستوى لعيب يعني جاب 3 اهداف في كاس العالم. 3 اهداف في مباراه السد في السد اللي هو من اقوى فرق قاره اسيا طبعا يعني. فاعتقد ان لما يكسب الترجي السد في مباراه تحديد المركز الخامس والسادس دي تدل عن ان الترجي يمتلك لعيبه مميزين جدا وما زال هو برضو احد المنافسين على اللقب الافريقي. زي ما قلت طبعا مازيمبي بالشكل الجديد وبالاداء الجديد اللي بيقدمه وفوزه على الزمالك 3-0 برضو احد المنافسين. الوداد والزمالك كمان في البطوله والزمالك طبعا اكيد الزمالك يمتلك خبره كبيره جدا في البطوله وباتريس كالترون طبعا برضو يمتلك خبره كبيره في البطوله الافريقيه مع مازيمبي. فاعتقد ان الزمالك الرجاء والوداد طبعا من الفرق المنافسه. النجم الساحلي طبعا مع النادي الاهلي في المجموعه برضو احد المنافسين. طيب مستوى النادي الاهلي في بطوله الدوري هل ده ممكن يدي مؤشر ايجابي على النادي الاهلي او عن النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا ولا الموضوع مختلف؟ بص هي المنافسه في بطوله دوري ابطال افريقيا بتبقى مختلفه الى حد ما عن الدوري. مختلفه الى حد ما طبعا. انت بتلعب فرق فيها لعيبه دوليين. انا قصدي ان احنا ممكن نحكم على مستوى الاهلي من خلال بطوله الدوري وبالتالي نتفائل بمستواه في بطوله دوري ابطال افريقيا ولا موضوع؟ اكيد لا اكيد طبعا اكيد. ما هو انت النتائج اللي بتقدمها في الدوري دليل على ان انت ماشي في طريق صح. عندك قوام اساسي وقوام من البدلاء هو نفس المستوى
ونفس نفس الامكانيات. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا عندك لعيبة خبرة بيقدروا يلعبوا ويتحملوا الضغوط بالنسبة ومدرب بيقدر يقرا المباراة بشكل جيد في الحقيقة. مدرب يعني مدرب لما عنده زي ما قلت مرونة تكتيكية لو ازاي بيلعب فريق بيدافع او ازاي بيلعب فريق بيهاجم. فانت عندك مدير فني بيقرا المباراة في بيقسمها حتى انت بتشوف ان ممكن ربع ساعة بتبقى بتنقل كورة بشكل عادي بتحاول تستهلك الفريق المنافس قدامك او تستهلك الوقت. في مثلا اخر ربع ساعه بتحاول تهاجم تغطي الجون بتاعك او اثنين او الثلاثه ودي كويسه جدا. لياقه بدنيه طبعا لعيبه الاهلي بسم الله ما شاء الله يعني في لياقه بدنيه عاليه جدا. بتبص تلاقي بيقسموا المباراه كل شوط لوحده بيقسموا الجهد بتاعهم برضو. ده شغل لياقه بدنيه ومدرب احمال ومدير فني طبعا بيقدر يقرا المباراه وفقا للمنافس اللي قدامك. طيب متفائل بمسيرة النادي الأهلي الأفريقية؟ شايف إن الأهلي إن شاء الله ممكن يرجع البطولة دي بعد غياب؟ أكيد طبعا متفائل. أو طب إيه اللي ممكن ينقص النادي الأهلي في البطولة دي مثلا كعناصر كعناصر بالتالي يعني أنا إحنا عايزين أي حاجة نكسب بيها البطولة بصراحة يعني قول لي أي حاجة كده نكسب بيها البطولة إن شاء الله. أي حاجة نكسب بيها البطولة إن شاء الله بس تبقى في عدالة تحكيمية بالنسبة للبطولة الأفريقية. هي النقطة الأهم دي لأن طبعا إحنا يعني ممكن الأهلي عانى في السنوات الماضية من التحكيم الأفريقي في توجه ضد بعض الأندية في بطولة أفريقيا منها النادي الأهلي. يعني في حكام بيديروا بص هقول لك على حاجه. الاتحاد الافريقي فيه كوارث بالنسبه في جميع والكل عارف يعني في الاتحاد الافريقي في كوارث بتحصل في الاتحاد الافريقي في جميع اللجان يعني 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 والدليل على نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات بين الترجي والوداد قرارات كارثيه ويعني ما حدش عارف الدنيا كانت رايحه ازاي. كل يعني قبل القرار النهائي كان بيقول الوداد خلاص هياخد البطوله. طلع قرار لجنه الانضباط والمسابقات بمنح الترجي البطولة. فأعتقد إن لازم يبقى في عدالة تحكيمية. لازم يعني الأهلي من أول الأندية في أفريقيا على المستوى الأفريقي وعلى مستوى مصر اللي هو طلب تطبيق تقنية الفار لأن دي مهمة جدا يعني رغم المساوئ اللي إلى حد ما ومتعة كرة القدم لكن دي مطبقة في كل في جميع الدوريات في العالم. حتى الدوريات العربية بدأت تطبق فيها والمسابقات الآسيوية بدأت تطبق فيها. فأعتقد إن العدالة التحكيمية هي هتبقى لها دور كبير جدا في فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أتمنى من بالنسبه للصفقات بالنسبه للنادي الاهلي رغم وجود عدد كبير من احنا يعني اعتقد ان المهاجم مميزه في الحقيقه عندنا في الاهلي يعني طبعا الحقيقة. طبعا انا زي ما قلت من الاول ان الاساسي زي البديل ما فيش فرق يعني احنا شفنا لما لعب اليو ديانج لما لعب محمد هاني لما لعب ايمن اشرف في قلب الدفاع غياب محمود متولي واحمد الشيخ يعني في اكتر من لاعب ممكن يجيد نفس دور اللاعب الاساسي. نتمنى ان طبعا لجنه التخطيط بتقوم بدور كبير جدا بالنسبه للصفقات او التعاقدات او حتى التعاقد مع المدير الفني. فاعتقد ان الاهلي مش ناقصه الا التوفيق. كسبوا الرهان هم موضوع المدير الفني اكيد طبعا كسبوا الرهان مع المدير الفني وكسبوا الرهان برضو بالنسبه للصفقات برضو يعني حتى الصفقات اللي بدات بدايه الموسم او التعاقد مع محمود كهربا دي حاجه كويسه جدا. نتمنى ان الصفقه الجديده الثانيه اللي في تكتم يعني ميزه النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره دي ان في تكتم بيودي وسائل الاعلام في ناحيه وفي الاخر بيجيب حاجه غير يعني متوقع ما كانش حد يفكر ان ده يحصل في الصفقه دي. يعني متوقع ان احنا نلاقي اسم مختلف غير اللي بنسمعه. بص عشان نبقى صريحين يعني بعد تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ان في اكتر من لعيب اليكي ان في مفاوضات اعتقد ان الى حد ما مش هتخرج بعيد عن الاسماء اللي بنقول عليها. سواء في كمان مهاجم الاتحاد المنستيري لعيب نيجيري اسمه انطونيو اوكوبوتو. ده مهاجم كويس جدا يعني وبيلعب جناح برضو اعتقد ان برضو ده في الصوره بالنسبه للمفاوضات. واليكي ممكن يكون ثالث بقى هو اللي يجي يعني ممكن اللي محدش عارفه يعني ممكن يجي. فاعتقد ان القائمه الاهلي يمتلك قائمه قويه جدا يعني زي ما قلت ان التوفيق في بطوله دوري ابطال افريقيا التركيز دعم الجماهير
روح الفنه الحمراء ولعيبه الاهلي هي اللي هتبقى لها دور كبير ان شاء الله في استعاده لقب دوري ابطال افريقيا. طيب انا عايز اتكلم معاك شويه عن تقنيه الفار. هو النهارده معايا خبر يعني من اليوم السابع ان اتحاد الكره يطالب الانديه بالمشاركه ماديا لتطبيق الفار بالدوري. انت شايف طلب زي ده منطقي ولا صعب شويه؟ حتى لو يعني القيمه اللي هتدفع قليله يعني حتى لو القيمه اللي هتدفع لو حتى لو الانديه هتساهم في في القيمه دي، طب ما الانديه عندها ليها مستحقات بس المباريات وليها 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 مستحقات كتير عند اتحاد الكوره. فاعتقد ان القرار يعني حتى لو حتى يعني ممكن يكون اجتهاد من زميل صحفي الا لو اعلن عنه الاتحاد الكوره الرسمي. اعتقد ان تطبيق تقنيه الفار يعني ضروره حتميه في الدوري. لازم ضرورة بصراحه حتمية. لا بصراحه يعني بنشوف اخطاء في جميع المباريات والجميع المنافسين كل يعني الناس متضرره من الاخطاء كل الناس متضرره. فاعتقد ان تطبيق الفار بقى واجب مهم جدا على اتحاد الكوره. لازم يسعى حتى لو يعني من شهر او شهر ونص قالوا احنا بنتفق مع شركه ايطاليه، مره شركه المانيه، مره شركه اسبانيه لتطبيق تقنيه الفار. طب ما نطبق يعني الملاعب موجوده وكل حاجه يعني لازم تمشي في سكه عشان تبتعد عن الشبهات. شايف ممكن يطبق من خلال الدور الثاني ولا صعب؟ والله الى حد ما ممكن يعني الانديه هتوافق على ان هي تشارك ماديا. اعتقد مش خساره كبيره على الانديه يعني مش مبلغ كبير ان يطلب منك 250 الف جنيه ولا حاجه. زي ما قلت في الاول ان هو كان ممكن يخصمها من مستحقات الانديه يعني. بس بصراحه مش دور الانديه ان هي تدفع يعني. المفروض ده ملف يتحمله كله. اكيد طبعا اتحاد الكوره هو المفروض هو في الى حد ما مفيش سيوله ماديه في بالنسبه لاتحاد الكوره. فهو اكيد النقطه دي بدات من خصوصا الانديه مش بتاخد كل حقوقها من اتحاد الكوره يعني عشان الانديه كمان تدفع اتحاد الكوره. ما انا بقول لك ما هي يعني في نسبه بس بتتقسم على الانديه. في الانديه برضو ليها مستحقات بس فضائيه ممكن بتاع السنه اللي فاتت لسه ليك مستحقات عند اتحاد الكوره. فاعتقد ان هو كان ممكن يطبق تقنيه الفار وبعد كده مثلا يقول لهم مثلا الاهلي عليه 250 الف جنيه او 300 الف جنيه والزمالك نفس القصه والاسماعيلي. فتقنيه الفار بقت ضروره بالنسبه للدوري المصري. طب عايز اتكلم شويه قبل ما نختم عن منتخب مصر والكابتن حسام البدري. شايف ازاي يقدر المنتخب يستفيد الاستفاده المطلوبه من مستوى النادي الاهلي حاليا؟ هو الكابتن حسام البدري يعني انا الله يكون في عونه هو وجهازه الفني لان في ضغوط بعد التعادلين في اول جولتين في تصفيات امم افريقيا والخلافات اللي دبت اخيرا في الجهاز الفني للمنتخب والكلام عن خلاف طارق مصطفى مع الكابتن حسام البدري امبارح الاثنين كانوا قاعدين جنب بعض في الحقيقه في المقصوره يعني بيتفرجوا على مباراه الاهلي والاتحاد يعني. ما هو القعده جنب بعض دي مقصوده عشان يودوا يعني يوجهوا رساله هي رساله موجهه للجمهور والراي العام والاعلام ان ما فيش مشاكل لكن هو في مشاكل طبعا نتمنى ان هي تخلص نتمنى طبعا يعني. لان ده لمصلحه المنتخب طبعاً ان كله يزيل الخلافات وكله يتحد على قلب على قلب رجل واحد في الجهاز الفني للمنتخب. دي الاهم طبعا. انت عندك ارتباطات سواء في تصفيات بطوله افريقيا او في تصفيات كاس العالم. اعتقد ان الكابتن حسام البدري يعني انا هو طلب في تصريح غريب ان الدوري لازم عايز يوقف الدوري خلال اي فتره كده عشان يعمل معسكرات للمنتخب اللعيبه المحليين. مش منطقي جدا خصوصا ان هو نفسه اشتكى قبل كده يعني هو اول واحد يعني بعد التعادل مع جزر القمر قال ان توقف الدوري كان سبب التعادل مع جزر القمر وكينيا في التصفيات. فانت دلوقتي بتطلب حاجه انت كنت رافضها يعني ايه المبرر ان انت تطلب الاتحاد الكره هيوافق؟ لا الاتحاد الكره رفض هذا القرار. كمان اتحاد الكره يعني الفتره اللي فاتت الكابتن حسام البدري كان بيسافر كتير لكندا. اتكلم معاه الاستاذ عمرو الجنايني قال له يا ريت انت تبقى موجود وتحضر جميع المباريات يعني انا حسام البدري تهالي اول مباراه يحضرها الاهلي في انا اول مره اشوفه امبارح بصراحه. لكن في كل الاحوال احنا اكيد نتمنى له كل التوفيق كابتن حسام البدري وجهازه المعاون وان شاء الله يكونوا موفقين في التحديات كلها المهمه بالنسبه لمنتخب مصر. ده امر غايه في الاهميه. استاذ خليل انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك وشكرا لمشاهدي القناة الاهلي ونتمنى ان قدمنا وجبه كويسه جدا للمشاهدين. اكيد بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في حلقه النهارده من كلام في الميديا الاستاذ خليل المنيسي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالبوابه نيوز. الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي فوز الامس على الاتحاد. لكن الاهم دايما التركيز في ما هو قادم. القادم ايه؟ ماتش بلاتينيوم يوم السبت الجاي باذن الله. الاهلي يكون موفق في هذه المباراه وهنفضل متابعين على مدار الاسبوع الجاي كل جديد يتعلق بالفريق الاول والنادي ككل خلال المرحله المقبله. دي كانت حلقتنا من كلام
كلام في الميديا النهارده، بكره حلقه جديده باذن الله تعالى، الى اللقاء.